أهلاً أهلاً متابعينا، وأسعد الله صباحكم من عاصمة الضباب لندن. إحنا حالياً متواجدين في شرق لندن المشهورة بالتنوع الثقافي أو الكوزموبوليتن، وتحديداً في أجمل أحيائها شوردج المشهورة بالفنون وتحديداً فن الجرافيتي. من جمال هذا المكان تحس كأنك قاعد تتمشى في معرض فني في الهواء الطلق، الرسم على معظم الجدران. إلى جانب فن الجرافيتي، شورتج هي ملتقى الفنانين والمبدعين مثل فن الهارد روك، ومش بس كذا، هي أيضا نقطة انطلاقة الفاشن، يعني أي أحد يبغى يكون فاشن ديزاينر يبدأ من شورتج. فن الجرافيتي هو فن الرسم على الجدران، وغالبا يستخدمون البخاخات، وهو فن قديم جدا يرجع لعهد الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم. وطبعا لما تزورون شوردج لا تنسون تزورون الفينتج ماركت. كلمة فينتج تطلق على الملابس أو الأثاث اللي يبلغ عمر موضته 20 سنة على الأقل، يعني موضة الملابس اللي كنا نشوفها على فاتن حمامة أو نادية لطفي في الخمسينات اسمها اليوم فينتج. السادس عشر كانت شوردج المقر الترفيهي لسكان لندن، وطبعاً الترفيه بالنسبة لهم ما كانش أهاوي ولا لعب طاولة. كثير من السياح يقصدون هذا المكان عشان يلتقطون الصور بخلفيات الجرافيتي المختلفة، أما المقيمين وخاصة المراهقين هواة سكيت بورد يجون هنا عشان يمارسون هوايتهم. في شوردج ما نقدر نغض النظر عن المطاعم المترامية الأطراف والمشهورة بالإنترناشنال كوزين. وفي الختام، منطقة سوهو سماها اللندنيون بمجنونة لندن. شوردج حاولت تأخذ هذا اللقب ولكنها ما استطاعت. أتمنى تكونون استمتعتوا معنا اليوم في جولتنا، ونلقاكم إن شاء الله في يوم آخر.